بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل جلاش بالمهلبيه، بس مهلبيه الشوكولاته، وهنعمل كمان ستيك بصوص النعناع، واخر حاجه هنعملها النهارده هي مكرونه بصوص الفلفل والثوم. تعالوا مع بعض نشوف النهارده هنعمل الاكل ازاي، بس بعد الفاصل. رجعنا دلوقتي بعد الفاصل. تعالوا اقول لكم مكونات الستيك اللي بصوص النعناع عباره عن ايه. ده الستيك بيجي من كذا طريقه. اسهل طريقه لينا ان احنا نجيب عرق ونقطعه فيبقى بالحجم ده، ده بيبقى احسن والطف حاجه لينا، وزبده ونعناع فريش ونعناع ناشف وقشطه وكريم تشيز وكمان كريمه لباني. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الزيت، هنحط الزيت كده. هنبتدي بقى نحط الستيك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقفل كده عليه عشان ايه يستوي من غير ما يطرطش علينا. طيب نبتدي بقى نعمل نخلص من المكرونه كده عشان نخلصها بسرعه. هي اصلا حاجه سهله وبسيطه جدا، انا هعملها بس عشان ايه، اولا كذا حد طلبها مني رغم انها بسيطه بس قال لي لا عايزينك تعمليها. هنحط زبدة، ومعاها فلفل اسود ورشة ملح، نسيب كده الزبدة تسيح، نبص كده على نقلبه بس الناحية الثانية. ابتدي بقى احط حب الفلفل الاسود واسيبه كده زي ما هو مع الثوم المفروم. عايزه اقول لكم الوصفه دي رغم انها بسيطه جدا 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 بس بجد يعني طعمها جميل قوي قوي قوي. بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، يعني حطينا زبده ورشينا رشه فلفل اسود مع ملح، وبعدين حطينا حبوب الفلفل الاسود، وبعدين الثوم المفروم، وبعد كده هنحط المكرونه اللي احنا سلقينها. سيبها كده شوية. ابتدي بقى الكريمة اللباني هحطها، بس مش عايزاها تبان. هقول لكم ازاي بقى مش عايزاها تبان. شايفين انا حطيتها ازاي؟ بس هفضل بقى اخليها كده موجوده لحد ما الصوص يتقل وتتبخر. خليها كده
لحد ما احس ان هو تقل وخلاص، والمكرونه شربتها اهو خلاص. في نفس الوق دي بقى كده، دي خلاص كده خلصت. في نفس الوق دي بقى هحط الزبدة، ده الصوص اللي هنعمله عشان الستيك. هحط كده، ولازم زبدة كتير عشان هو اللي هيعمل لنا الصوص التقيل. هحط رشة فلفل اسود مع النعناع الناشف، مع النعناع الفريش. هقطعه كده اكتر بس، شايفين انا يعني لما الزبدة تسيح هشوف محتاجة تاني ولا لأ. لا محتاجين تاني. ريحة النعناع بقى طالعة ما اقولكوش عاملة ازاي، يعني هي محتاجة مكعب واحد كمان عشان بس انا عايزاها تبقى شايفين عايزاها تبقى اكتر من كده شوية. كل ما بنكتر الزبدة كل ما الصوص بيكتر، وخلوا بالكم الزبدة كتيرة بس على كل ستيك هيتحط معلقة واحدة. نحط واحدة كمان كده. شايفين لما الزبدة كترت الصوص بقى عامل ازاي، ما يتحطش فيها زيت خالص. دي ما تتعملش بالزيت خالص، لو اتعملت بالزيت هتبوظ، دي محتاجة زبدة بس. طيب كده خلاص ساحت، نبتدي بقى نجيب القشطة ونحطها كده على الكمية دي، علبتين قشطة، ونقلب كويس. بس هفضل اقلبها بقى كده لحد ما تنعم خالص معايا. ايه رايكم نطلع فاصل يكون الصوص ده تقل وكمان اللحمه استوت، نرجع نعمل المهلبيه اللي هنحشيها في الجلاش. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، شايفين بقى دي المهلبيه. طبعا احنا كلنا عارفين المهلبيه بتتعمل ازاي، عشان كده انا ما عملتهاش. لبن ونشا، وممكن نحط كمان فانيليا. دي المهلبيه ودي صوص الشوكولاته. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الصوص على المهلبيه كده. طبعا دي بتبقى عباره عن شوكولاته في اللي هي الشوكليت بار، وبندوبها في حمام ميه دافي. الجلاش انا في الفاصل قعدت ارصه كده، حاطين ما بينه الزبده مع الزيت. نعمل كده بقى.
كده كويس قوي. نبتدي بقى نقفلها. حطيت الاول رقين من الجلاش وبعد كده الرق التالت هو اللي هبتدي احط فيه الزبده. بس اخر طبقه اهي. طبعا اللي هي بتبقى اصعب طبقه عشان مفروض نقطعها بطريقه انها من غير ما المهلبيه طبعا حاجه طريه جدا، فنحاول نقطعها من غير ما حاجه تطلع منها بالراحه خالص. عشان كده حتى واحنا بنحط المهلبيه كحشوه ما نملهاش قوي. بس نحطها بقى في الفرن لمدة 20 دقيقة. نبص بقى كده على اللحمة عشان ايه اللحمة دي. احنا حطينا زيت ورحنا شايفين لونها عامل ازاي، ورحنا حطينا على طول ونسيبها تتشوح كده مع نفسها. احط لها كده، عايزه كده 5 دقايق وبعد كده نبتدي نبص عليها تاني. الصوص بقى عملنا فيه ايه؟ حطينا زبده. بص دي خلاص كده مش محتاجينها. الصوص بقى عملنا ايه؟ حطينا زبده وبعد كده حطينا نعناع وزودنا الزبده عشان يبقى فيه صوص، وبعد كده حطينا على الكميه دي 2 علبة قشطه، وانا في الفاصل حطيت بالظبط 1/2 كوباية كريمه عشان تديني اللون ده. كل اللي انا هعمله دلوقتي هعمل حاجه واحده بس، ان انا هحط معلقه كبيره كده واحده كمان من الكريم تشيز. بس وهقلبها لغايه ما تسيح. شايفين كده الصوص بعد لما حطينا الكريم تشيز ساح، وحطيت معلقه من الدريسنج او من الصوص اللي نازل من اللحمه فيه عشان يبقى برده بنفس الطعم. عقبال بس ما الميه تتشرب شويه الجلاش اهو طلع من الفرن. هنقدمه ازاي بقى؟ المفروض طبعا يتقطع عشان ناكله، بس انا لو قطعته دلوقتي هيتفرفت مني عشان هو سخن جدا. لازم نسيبه يهدى خالص على الاقل 1/2 ساعة. هنقدم معاه ايس كريم فانيلا زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهنحط معاه كده صوص شوكولاته.
شايفين كده هيتقدم مع الجلاش. طبعا دول مع قطعة من الجلاش. بس نغرف بقى اللحم. نحط كده اللحمة. كده شايفين اللون الفظيع. كده وكده بس ابتدي بقى احط الصوص عليها، صوص النعناع. على فكرة الاكلة دي لما تعملوها هتبسطكم. بصوا اي حاجة فيها نعناع من جوه بتريح الاعصاب جدا وبجد بتبسط. زي مثلا فاكرين الشوكليت مينت اللي انا عملتها لكم قبل كده؟ بصوا دي حاجه حلوه، يعني الشوكولا من الحاجات، الدارك شوكليت بالذات من الحاجات اللي بتخلي الواحد مرتاح نفسيا. النعناع برضو من الحاجات اللي بتبسط الواحد جدا. فالاكله دي هتبسطكم جدا، بالذات لو جالكم ضيوف، والضيوف دول متضايقين شويه لما ياكلوا الاكله دي هيتبسطوا. جربوا تعملها لهم مع المكرونة اللي أنا البسيطة جدا اللي أنا عملتها النهاردة، مع كمان الجلاش بالمهلبية الحلو، ومعاه بولات الآيس كريم اللي بصوص الشوكولا. ممكن نحط كده نعناع. كده يبقى خلصنا النهاردة الاكل الفظيع بتاعنا ده. عملنا ايه بقى النهارده؟ النهارده عملنا ستيك بصوص النعناع. الصوص النعناع عباره عن زبده كتير شويه، الكريمه اللباني نص كوبايه على الكميه دي، والكريم تشيز معلقتين اكل، والقشطه علبتين قشطه على تقريبا دول 2 كيلو لحمه. المكرونه شوحناها مع الزبده وحب الفلفل الاسود والثوم المفروم، ورشينا عليها رشه فلفل اسود وملح. اخر حاجه عملناها الجلاش بالمهلبيه. عملنا مهلبيه لبن بنشا، قعدنا نقلبه لحد ما يتقل مع سكر، وحطينا شوكولاتة اللي هو متسيحة في حمام مية دافي مع بولات ايس كريم فانيلا وصوص شوكولا. يا رب النهاردة الوصفات تكون عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.